كن تاجرا ناجحا، كن تاجرا ناجحا. ليس المقصود هنا تجارة الدنيا، ولكن إذا سألتك سؤالا، كيف تستثمر يومك؟ أتعلم أنه في التجارة مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم عشرات الصفقات الرابحة، والتجارة تحتمل الربح والخسارة، إلا التجارة مع الله دائما رابحة. يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. من هم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. استثمر يومك في القراءة من كتاب الله يوميا. والله محروم من حرم النظر في كتاب الله. لا تجعل يومك يمر دون القراءة من كتاب الله، لا تجعل يومك يمر دون أن تتدبر كلام الله. في كل يوم لابد أن توقفك آية، تبكيك آية، تفرحك آية، تحزنك آية، تكرر آية، تعيش مع القرآن الكريم. ولا تقل ما عندي وقت، لا تقل ما عندي وقت، كاذب والله من زعم أنه لا وقت لديه، لأننا نضيع ساعات من يومنا، نضيع ساعات من يومنا ونحن نقول ما عندي وقت. كتاب الله ثم الصلوات الخمس جماعة حتى تنال على 27 ضعف، حتى تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 ضعفا. فالصلاة في المسجد استثمر بها يومك، استثمر يومك بأذكار بعد الصلاة، كنوز الحقيقية أذكار بعد الصلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعهم من دخول الجنة إلا الموت. من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. استثمر يومك بالذكر، قل في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة تغفر ذنوبك. قل في اليوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكررها. صلي الضحى كأنك تتصدق 360 صدقة. قم الليل ولو بركعتين، احرص على أذكار الصباح وأذكار المساء. إذا أكلت فاحمد الله عز وجل، وإذا أكلت سم الله قبلها واحمد الله بعدها. إن مشيت سلم على الناس وتبسم في وجه المسلمين، امشي بتواضع ألن جانبك للناس للمؤمنين، بر والديك، صل رحمك، صل رحمك، عد مريضا، شيع جنازة، أمط الأذى عن الطريق. يا الله كم صفقة في اليوم، كم صفقة نضيعها في اليوم. تخيل أنه في هذا في يوم واحد ممكن تعمل كل هذه الأمور، عشرات الصفقات. والمؤمن رصيد حسناته يجري حتى في نومه، حتى في نومه ينام والحسنات تكتب. يأكل مع أصدقائه والحسنات تكتب. يضحك فيما لا يغضب الله والحسنات تجري. ما أكرم الله، ما أكرم الله، ما أكثر الأجور وما أقل العاملين بها، ما أقل الزاهدين بها.
ما أقل المفرطين والمضيعين لا، كنا نعلم ولا نعمل، كنا نعلم ولا نعمل، نعلم كل هذه الصفقات ونزهد فيها. ما أقل عقولنا، ما أقل عقولنا، ما أقل عقولنا. فالفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا تجارا ناجحين، يعرفون كيف الطريق وكيف السبيل، يعرفون أن هذه التجارة التي لن تبور، وهذه التجارة التي لا تضيع، إلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وفقنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.